والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى أنه كان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث من الفتن وما يأتي بعد هذه الفتن من الخير ثم يأتي بعدها فتن وهكذا، فقال حذيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة عند ظهور الفتن، وهي وصية للأمة كلها. والفتن تحدث لا سيما في آخر الزمان، تكثر الفتن، ولكن الحمد لله معنا من كتاب الله وسنة رسوله ما يعصمنا من هذه الفتن إذا تمسكنا به، إذا تمسكنا بالكتاب والسنة.